أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاء منكم ومن أذكى فَلَمِنْكُمْ منكم وإذ زاوت الأبصار وبلوت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بطني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله واذ قال الطائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنه لا توها ثم سئلوا الفتنه لا اوتوها وما تلب بثوا بما إلا يسيرا صدق الله العظيم